لنقاش هذا الموضوع معنا من واشنطن عبر سكايب مايكل سيكستون، كبير المستشارين في السياسات الرقمية في برنامج الأمن القومي، ومن كاليفورنيا عبر سكايب الدكتور أحمد بانافع، الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. سيد بانافع، كيف عرفك الذكاء الاصطناعي؟ يعني أنا عملت تجربة على هذه في ثلاث من البرامج، اللي هو تشات جي بي تي وبينج وبارد. كان أكثر واحد دقة هو بارد وبينج. أنا أبحث عن غير الدقيق، أبحث عن أسوأهم. نعم. في تعريفه تشات جي بي تي كان سيء جدا وأدخل معلومات غير دقيقة ولخبطني مع شخص آخر. يعني هل نتحدث عن ذكاء اصطناعي غير ذكي؟ سؤالي لك سيد سيكستون. أعتقد أن الذكاء الاصطناعي علينا أن ننظر إليه وكأنه صورة للإنترنت، ولكنها ذات نوعية سيئة، بمعنى أن الشات بوت أو الذكاء الاصطناعي يعطينا بعض المعلومات التي تأتي من الإنترنت ولكنها ليست دائما دقيقة. قد يأخذ معلومات من شخص آخر لديه الاسم نفسه، أو يخلط بين السيرة الذاتية، ولكن هكذا تعمل هذه الشات بوتس. هناك تقنيات تسمح بجعلها أكثر دقة. هناك الكثير أيضا من التطورات الحاصلة حاليا والاختبارات التي تحاول أن تجعل هذه الأدوات أكثر دقة، أو أن تقدم لديها مصادر معلومات أكثر دقة. هذا ما تفعله بينج مثلا، توفر المصادر. هناك سبل لحل هذه المشكلة مع مشاكل مع التكنولوجيا. دكتور أحمد، اليوم إذا أردت أن أضلل عن حضرتك أو عن السيد سيكستون أو عن زميل نزار رئيس تحريرنا اليوم، إذا أردنا أن نضلل عن أي واحد، يمكن أن نغرق الإنترنت ببساطة بمعلومات مغلوطة عن هذا الشخص، وتلقائيا الذكاء الاصطناعي سيبدأ يأخذ من هذه المصادر ويجمعها. يعني أن المسألة قد لا تكون في لب الذكاء الاصطناعي بقدر ما المصادر قد لا تكون دقيقة أو تختلق المصادر التي يستقي منها، أليس كذلك؟ هي نقطتين أخي الكريم. النقطة الأولى مثل ما تفضلت أنه المصادر اللي تكون مثلا مغلوطة وغير دقيقة هي هتكون مصدر لنتيجة مغلوطة، لأنه في علم الإحصاء يعني garbage in garbage out، يعني المعلومات السيئة تديك نتيجة سيئة. لكن في نقطة أخرى يا أخي العزيز، من ناحية الكمبيوتر نفسه، الخوارزميات، في مشكلة في الذكاء الاصطناعي الحالي اللي احنا نتعامل معه اسمها هلوسة، وهو يعني اسم معروف. الهلوسة هي انه لما التشات جي بي تي او اي واحد من هذه البرامج دي بيعمل بحث في الانترنت او بيحاول يرد على سؤالك، اذا ما حصل اي اجابة بيحاول انه يركب معلومات عشان يرد عليك فيها. يعني يفتي ما من بيرجع الآخر لك حاجة غير واضحة. دكتور احمد، يعني يفتي من راسه. الله ينور عليك، جبتها. طيب سيد سيكستون، قوة الاختلاق هذه مبرمجة في هذا التطبيق؟ نعم، هناك تقنيات مختلفة في هذا الإطار. مثلا فيما يتعلق بتشات بوت مايكروسوفت، إن طلبنا منه أن يقول من هو مايك سيكستون، قد يقدم بعض المعلومات وقد يشير إلى المصادر، مثلا أين ولدت أنا، قد يقدم لدينا ما هي المصادر التي حصل عليها على هذه المعلومات، وبالتالي يمكننا أن نعرف كيف حصل على هذه المعلومة. وقد يكون هناك بعض التغيرات عندما نعمل مع الذكاء الاصطناعي. نعرف مع الذكاء الاصطناعي أنه لا يمكننا أن نصل إلى نسبة دقة 100%. الأمر يشبه ويكيبيديا،
نحصل على المعلومات، ولكنه علينا أن نتعمق لنتأكد من دقة المعلومات. هذا لا يعني أنه لا يجدر أن يستعمل، هو يستعمل كما تستعمل ويكيبيديا. سيد سيكستن، يعني ما يقوله ضيفي سيد بنافع وما اشتكى منه البعض ليس فقط حالات اللبس، مثل عالم ناسا الذي خلط وقع لبس بينه وبين شخص آخر يشبهه في الاسم، وإن ومثل ما وقع مع سيد بنافع، وإنما مثلا النائبة السابقة في البرلمان الأوروبي اختلق قصة كاملة عنها. إذن هو لم يستقي من مصدر وإنما أنشأ من ذاته قصة. Yes. So, let me, be more clear. نعم، دعني أكون أكثر وضوحا. هناك تقنيات مختلفة يستعملها المطورون للتقليل من مخاطر الهلوسة، وأعتقد أيضا أنه من الجيد لتشات بوكس أن يحاول حل هذه المشاكل عبر تقديم المصادر. إن كانت هناك هلوسة يمكننا أن نتأكد عبر المصدر من دقة هذه المعلومة ونعرف من أين جاءت. هذا يعني أنه لا يجدر أن نأخذ كل ما يقوله الشات بوكس على أنه حقيقي. علينا أن نتأكد مما قاله عبر المصدر، هل وجده مثلا في كتاب، في مقالة، قبل أن نجزم أن مقاله دقيق. دكتور أحمد، لنفترض بأنك يعني وحضرتك خبير في الذكاء الاصطناعي، تستشرف معنا في غضون 3 أو 4 سنوات بعد كل هذه النسخ المتسارعة التي نراها لدى المطورين والشركات الكبرى من الذكاء الاصطناعي، كلفت بالتوظيف، هل تتخيل نفسك إذا كلفت بالتوظيف بعد 3 أو 4 سنوات جاءتك سيرة ذاتية لسين من الناس، منير على سبيل المثال، هل ستقوم بمراجعة هذه السيرة عن طريق الذكاء الاصطناعي؟ هل يمكن الوثوق في الذكاء الاصطناعي لتقديم معلومات عن شخص ما؟ عدة مصادر المفروض الذكاء الاصطناعي بيكون أول شيء. مثلا الآن في الواقع اللي احنا فيه الآن، لو واحد قدم لوظيفة بيشوفوا لينكد إن مثلا عشان يتأكدوا من معلوماته. المشكلة اللي واقعين فيها الآن إن احنا الآن في مرحلة الذكاء الاصطناعي العام، اللي هو البشر والذكاء الاصطناعي ذكائهم متقارب وفيها لسه ثغرات. 3 4 سنوات من الآن هذه الآلات اللي نستخدمها والأدوات اللي نستخدمها حتى تتطور أكثر وتحاول تحل مشكلة الهلوسة اللي هذه، فحتكون الثقة أعلى من ما اللي حكون معنا الآن. لكن هذه الهلوسة قد تأخذ هي نفسها أنماطا وأطوارا ربما لا يدركها المطور نفسه الذي يقف خلف الذكاء الاصطناعي إلا بعد فترة طويلة، أو قد لا يدركها حتى إذا كان هذا الذكاء الاصطناعي في طور التطور وبإمكانه أن يعيد تطوير نفسه مع وجود كل الأدوات أو التقنيات كما وصفها سيد ساكستن، تعلم الآلة، إضافة البيانات الكبرى إلى غير ذلك. نقطة ممتازة. عشان كذا تجد الشركات زي أوبن أي أي بيعملوا لك حاجة زي الفيدباك، إنك تدينا معلومات هل هذه المعلومة صحيحة أو لا، يدوك مجال للتصحيح على أنك تصححها، لأنه أكبر مكان لامتحان الذكاء الاصطناعي هو المستخدمين، مش المعامل اللي يعملوا فيها الذكاء الاصطناعي، والمستخدمين بالمليارات في الوقت اللي احنا فيه الآن. فهذا هو الامتحان الحقيقي لها حتى نشوف الهلوسة موجودة ولا راحت. ما وجه القلق والخوف سيد ساكستن من ما وصل إليه الذكاء الاصطناعي ومن إمكاناته في تتبع معلومات الأشخاص أو إعطاء معلومات الأشخاص؟ لا ننسى أنه في العالم أيضا مئات الملايين من يسكنون في البوادي والأرياف ألم يستخدموا الإنترنت قط. نعم، سؤال جيد جدا، ولكن هذا السؤال أيضا أقدم من الذكاء الاصطناعي. لنقل لنكون أكثر دقة، هو أقدم من شات جي بي تي. كان هناك قوانين دائما تتعلق بخصوصية الناس، وفي أوروبا قوانين تجبر البعض على رفع المعلومات المتعلقة ببعض الأشخاص والموجودة على الإنترنت. لنقل أن شخص قد تم توقيفه منذ 20 سنة عندما كان مراهقا، يحق للشخص أن يطالب برفع هذه المعلومات من الإنترنت، بمعنى
أن الشخص يمكنه أن يسيطر على هويته وكيف تظهر هذه الهوية على الإنترنت. الذكاء الاصطناعي والتشات بوكس تنسحب عليه أيضا هذه المواقف، وأوروبا كانت ناجحة في مواجهة هذا المشاكل. من واشنطن مايكل سكستون ودكتور أحمد بنافع من كاليفورنيا، شكرا جزيلا لكما.